حياكم الله معنا مشاهدين الكرام، وتقبل الله طاعتكم، ونبدي وياكم فقرتنا الإخبارية من الأحداث المأساوية اللي يشهدها مسجد الأقصى المبارك وما قابلها من حملة إدانات عالمية وعربية واسعة. فقد أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، ما أسفر عن إصابة واعتقال المئات من الأبرياء. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وأيضا للأماكن المقدسة. إلى ذلك، تفاعلت أوساط وسائل التواصل الاجتماعي مع أحداث الأقصى، وسجل الوسم لن يمر الاقتحام الأكثر تداولا على تويتر في الكويت، وكذلك هاشتاغ المسجد الأقصى، حيث تداول المغردون مقاطع فيديو تظهر وحشية الاحتلال الصهيوني في تعامله مع النساء والأطفال العزل. دمروا حسبي الله فيهم، دمروا فيهم. وننتقل معكم إلى بلاغات الخطف في الكويت. خلال الفترة من الأول من مارس 2019 بلغت 948 بلاغ، بحسب ما أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، مشيرا في رد على سؤال النائب مهلهل المضاف أن الوزارة لا تألو جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الجريمة بكل صورها. وننتقل معكم إلى وزارة التجارة، حيث أغلقت 8 مكاتب تأجير سيارات خلال حملة في منطقة العرضية رصدت خلالها مخالفات تنوعت بين مخالفة بنود عقد التأجير وعدم وجود سجل لإعطال السيارات وغيرها. طبعا اليوم حملتنا مع أخواننا وزارة الداخلية على مكاتب تأجير السيارات، وبناء على توصيات من مسؤولين الوزارة بالتفتيش عليهم وتنفيذ جميع قرارات وقوانين وزارة التجارة. أثناء جولتنا عن المكاتب تبين العقود الموجودة حاليا عندهم مخالفة للقرارات وقوانين وزارة التجارة. من القرارات في بنود بند أن السيارة يلزم أنه ما يستلم السيارة منك الخميس والجمعة ما يستلمها، وبنود أخرى إضافة مبالغ. فالبنود هذه كلها مخالفة بالعقود، أخذنا إجراءاتنا القانونية حاليا وإغلاق المكاتب المخالفة. طبعا حملة وزارة التجارة حاليا مع أخواننا وزارة الداخلية على جميع محافظات الكويت راح تكون الأكثر مكاتب حاليا مثل ما أنتم شايفين في العرضية. فبدينا حملتنا بالعرضية وما راح تنتهي إن شاء الله، راح نبدأ بحملاتنا بجميع محافظات الكويت. أي محل مخالف أو عنده مخالفة راح ناخذ إجراءاتنا من ما سبب مشاكل إلى المستهلك في أمور تحويل النيابة. في مرات ممكن يوقعونهم على ورقة كمبيالة فيتفاجأ المستهلك في أجهزة السيارة أنه يوجد عليه مبالغ إضافية، وهذا مخالف في وزارة التجارة أنه ما يصير يكون في عنده يسوي له كمبيالة أو وصل مالي، حتى لو كان وصل مالي مخالف بينه وبين العقد. قمنا بحملة مشتركة مع وزارة التجارة نتأكد من مكاتب تأجير السيارات بخصوص العقود المبرمة ووجود التتبع، كذلك اشتراطات بخصوص تأجير السيارات، عدم تأجير السيارات للمادة 20 نهائيا. وفي أجواء رمضان المبهجة، نظم فريق أمير الإنسانية التطوعي للسنة الثالثة أطول مائدة إفطار في سوق الجمعة اليوم، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والتطوعية وبإشراف من الهيئة العامة للشباب، لتستضيف المائدة أكثر من 10,000 صائم. نفخر في الهيئة العامة للشباب الحقيقة بمشاركة الفرق التطوعية المميزة في هذا المحفل الرائع اللي
أطول مائدة إفطار من تنظيم فريق أمير الإنسانية، وبمشاركة العديد الحقيقة من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة والفرق التطوعية. ما شاء الله تبارك الرحمن، الأعداد الشباب المتطوعين يشعرنا بالفخر، وهذا دور كبير في الهيئة العامة للشباب لدعم مثل هذه الحملات التطوعية الرائدة. اليوم ولله الحمد قائمين على أطول مائدة إفطار صائم بتاريخ الكويت الثالثة. أول مرة ب 2018 سويناها، كانت في سوق المباركية 1000 متر، وشارت ولله الحمد أكثر من 6000 صائم. والثانية كانت في سوق الجمعة نفس هذا السوق، وشارت أكثر من 6000 صائم. الحين والسنة الثالثة اللي هي 2022 بعد ما وقفنا سنتين، طبعا لأول مرة نسويها في بداية الشهر، كل مرة نسويها نهاية الشهر اللي هي 10 أواخر، لكن حبينا نبلش بعد ما وقفنا سنتين في بداية الشهر. هالسنة فرشنا السوق كامل من باب لباب، التوقعات إن شاء الله أكثر من 10000 صائم. اختتمت بطولة شهداء مسجد الإمام الصادق لكرة القدم التي أقيمت على مدار 3 أيام برعاية الهيئة العامة للرياضة في ساحة بيان الرياضية النموذجية بمشاركة 32 فريق. إحياء ذكرى شهداء الإمام الصادق رمضانية لكرة القدم التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بعد انقطاع حوالي سنتين نظرا لظروف كورونا. والهيئة تقدم هذه الرسالة بأن الكويت لله الحمد نسيج واحد متكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فجسدوا هذه المقولة قولا وفعلا، وتجسيدها في إقامة هذه الدورة باسم شهداء جامع الإمام الصادق عليه السلام. لا شك أن مثل هذه البطولات فيها من الفوائد الكثيرة التعارف والتوافق بين المجاميع الكثيرة، إلى جانب إحياء الذكرى الأليمة للتفجير الآثم اللي وقع قبل 7 سنوات. نأتي إلى ختام أخبارنا اليوم، نلتقيكم باكر بنفس الموعد في أمان الله.